وفي أواخر شهر رمضان المبارك المنصرم وصلتني رسالة من بعض الطلبة المسلمين من هذا البلد الإسلامي وهم يدرسون في المملكة المتحدة عما يلاقونه من بعض نصارى العرب من محاولة التشكيك في الإسلام، وقد أرادوا مني الجواب على ذلك إلا أنني بسبب كثرة الأعمال مع الكسل أيضا لم أتمكن من المسارعة إلى جوابهم، فأرجو أن يكون في هذا اللقاء جواب لهم عبر التسجيل في الأشرطة إن شاء الله. جاء في هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن طلبة من سلطنة عمان ندرس في بريطانيا، تعرفنا بأحد نصارى العرب وهو اللبناني الأصل، والتقينا به في منزل صديق له، ودار الحديث عن الديانات ثم تمركز عن الإسلام والنصرانية، وأخذ يدعي أن الإسلام ليس هو الدين الحق، وأن القرآن ليس من الوحي، وأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي ولا رسول. فقل له: كيف تثبت لنا ذلك؟ فأخذ يأتي بما عنده، ورددنا عليه بما عندنا من المعرفة مع إيماننا بأن الإسلام هو الدين الحق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم، والقرآن هو كتاب الله المعجز غير المتناقض. فنرجو منكم أن تردوا على هذه النقاط التي ادعاها هذا النصراني المشرك، والتي لا نعرف الإجابة عليها بسبب جهلنا وقلة اطلاعنا، حتى نكون على بينة من أمرنا. وردا على هذا النصراني المشرك، نرجو أن تكون الإجابة في شريط مسموع، وذلك في أسرع وقت ممكن. النقطة الأولى: لقد تزوج محمد صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة على طريقة أهل الكتاب، وزوجه إياها ورقة بن نوفل، ولم يجمع معها زوجة أخرى حتى ماتت كما هو عند النصارى. النقطة الثانية: يقول إن محمدا كان يتعبد في الغار مع ورقة بن نوفل، وتعلم منه بحيث استطاع أن يؤلف القرآن موافقا للكتب السماوية السابقة، ولما مات ورقة أكمل تأليف القرآن وخرج عما تعلمه من ورقة، بحيث أخذ يعارض الكتب السماوية السابقة. النقطة الثالثة: أن القرآن ليس بمعجز، وأن هناك من كتب العرب وأشعارهم ما هو أبلغ من القرآن، مثل معلقات ومقامات الحياة. ويقول إن فاتحة سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر مأخوذة من قصيدة الشاعر عبد القيس، وقد أعطانا هذا النصراني كتابا بعنوان ميزان الحق، الجزء الثالث، الدكتور فاندرو، وفيه عدة نقاط نذكر بعض منها. أولا، أن في القرآن كلمات معدلة عن لغات أخرى، منها كلمة فرعون من اللسان المصري القديم، وكلمة آدم وعدم مأخوذتان من لغة قديمة تدعى أكاديا، وإبراهيم من لغة الأشوريين، وهاروت وماروت والصراط وحور والجن والفردوس مأخوذة من لغة قدماء الفرس، وتابوت وطاغوت وزكاة وملكوت من لغة السريان، والحواريين من اللغة الإيجوبية، وحبر وسكينة ومعون وتوراة وجهنم من ألفاظ اليهود، والإنجيل من لغة اليونان. ثانيا، يحتوي القرآن على أغلاط نحوية، مثل ما جاء في سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، والصواب قال له كن فكان. ثالثا، يحتوي القرآن على أغلاط كتابية، مثل السلام على إلياسين والصواب على إلياس، وطول السينين والصواب سيناء. رابعا، أن جميع الحقائق التي ذكرها القرآن جاءت من قبل في الكتاب المقدس مفصلة تفصيلا، ليس من ورائه مزيد، وأن القرآن لا يعني كونه محتويا على ما جاءت به هذه الكتب، وأنه ما من أحد يجهل أن وحدانية الله مبثوثة في فصول العهد القديم والجديد، والكل يعلم أن هذه العقيدة هي أساس الإيمان عند النصارى واليهود. خامسا، أن قصة أصحاب الكهف ليست حقيقية، وإنما هي حكاية مكتوبة صنفها أصحاب البدع من أوائل النصارى، وقد ورد في كتاب لاتيني اسمه مجد الشهداء، كما أثبت ذلك صاحب كتاب مصادر الإسلام. سادسا، أن نبي الإسلام قد تزوج بأكثر من أربعة، وأصحابه يجاهدون لكسب النساء والملذات،
وأن القرآن وعد المسلمين بالملذات والحور العين والخمر رغم حرمتها وذلك في الجنة. هذه بعض النقاط الواردة في هذا الكتاب، ونحن نود معرفة الفترة التي تم فيها تحريف التوراة والإنجيل، والنصارى لا يعترفون بتحريف كتبهم ويحتجون بوجود نسخة تعود إلى القرن الرابع بعد الميلاد وموجودة حاليا في المتحف البريطاني وهي مطابقة للكتاب الذي بين أيديهم اليوم، ويتساءل الكثير منهم عما يأتي. هل تنبأ الكتاب المقدس عن محمد صلى الله عليه وسلم وأين ذلك؟ هل يمكن أن تكون فصاحة القرآن معجزة إلهية؟ لماذا لم تكن الأحداث الواردة في القرآن متسلسلة تاريخا؟ لماذا ورد ذكر المسيح عليه السلام أكثر من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما سبب تكرار القصص مثل قصة فرعون وقصة عاد وثمود؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.